الخير قد نلت المدى بحبيب زارني وقت الهناء، وسمح لي بالوصال منه وباح. يا مساء الخير يا نعم المساء، أمسى الورد مهفهف الكمام عن خدود الزائرين زائرين في الابتسام، وعلى وجنته سر أضاء. يا مساء الخير يا نعم المساء، قدم المساء يا مرحبا بقدومه، وهذا النهار قد انقضى في سبيله. فاقرأ السلام على البساتين كلها وعلى الحبيب إذا اختلى بحبيبه. حضور الكريم، ضيوفنا الأعزاء، مشاهدينا الأفاضل، شيوخنا، أساتذتنا، أبائنا وأمهاتنا، مرحبا وألف مرحبا بكم في اليوم الثاني للربيع الأكاديمي للموسيقى الأندلسية المنظم برعاية السامية لمعالي وزير الثقافة، بالتنسيق مع دار الثقافة وبمساهمة مع مديرية الشباب والرياضة، تنظم جمعية ابن باجة دائما حاضرة للمحافظة على التراث والهوية الجزائرية. إذا من اليوم ننظم اليوم الثاني للربيع الأكاديمي للموسيقى الأندلسية المهدى لروح الفقيد الشيخ والأستاذ سيد أحمد بن عليوة رحمه الله. حضور الكريم، اليوم نحن أمام ظاهرة التلقي المتواصل للإيقاع الموسيقي الأندلسي اللي بدا مع زرياب والموصلي وما تفرع عنهم من أصوات ومدارس، وصولا إلى المرجع المتميز والمتفرد للراحل سيد أحمد سري، الرجل الذي أسس مدرسة صنعاء بامتياز وحفظ ظاهرة الموسيقى الأندلسية نصا وإيقاعا ومقامات. رحلوا الكبار في الموسيقى ليبقوا في ذاكرة الأجيال عمالقة الفن الذي لا يموت أبدا. الربيع الأكاديمي حضور الكريم للموسيقى الأندلسية هو دليل واضح على تفتح عقول وقلوب الناشئين على الفعل الثقافي الراقي وتعلقهم خاصة بالموسيقى الكلاسيكية التقليدية. أتكلم طبعا عن الموسيقى الأندلسية التي تعتبر إرث ثمين من تراثنا اللامادي الأصيل. ظن الكثيرون أن الموسيقى الأندلسية هي من الأشياء المتجهة نحو الزوال، إننا نرى بالعكس، هم يرون أنها متجهة للزوال، أما نحن فنرى أنها بالعكس، إن هذا الإرث وهذا التراث الذي حمله على عاتقهم أساتذة كبار وتسلم منهم المشعل شبان طامحون منذ بضع سنوات يرتسم أمامهم، طامحون أن يرتسم أمامهم مستقبل زاهر في الأفق. حضور الكريم، لما نطول نرحب بكم اليوم بالكلمات، أما الآن فنخلوا نفسح المجال وندعوكم الكل إلى رحلة جميلة، إلى رحلة هادئة في عطر الأندلس، جواهر الموسيقى الأندلسية لمدينة وهران ومعروفين بالآلة الإنسانية. يستحقنا كل الاحترام والتقدير لمسيرتهم الفنية 40 سنة في الساحة. نسيم الأندلس، حضر معنا اليوم، تحترم مسيرتهم الفنية الراقية ولخياراتهم الملتزمة بتقديم ما يحترم الذائقة والوجدان، وينحار خاصة للأصل من التراث والطرب. حضور الكريم، في برنامج أو سلسلة ميزان انقلاب سفيان، كما قلت البارح، الموسيقى الأندلسية فيها ثلاث مدارس الصنعة، هم يقولوا الآلة التلمسانية. أنا اليوم عرفت أن نقولوا الآلة التلمسانية، وهذا الشيء الربيع الأكاديمي إذن اليوم موجود أنه باش تكون عندنا مجهودات وبحوث باش نتعرف على الموسيقى الأندلسية، لأنها حبينا وأبينا تمثل الهوية الجزائرية. بدون إطالة حضور الكريم، نفسح المجال إلى الفن والموسيقى مع الشيخ اللي حاضر معنا اليوم. إذن مستغانة من جمعية ابن باجة والربيع الأكاديمي يتشرف بوجود الدكتور الكبير اللي نطلبوا له شفاء، والشيخ يحيى الغول حاضر معنا اليوم. ميزان انقلاب سفيان متبوعة بعدة شغلات في طبع الرمل مايا، نتمنى لكم أوقات ووصلات موسيقية ممتعة.
Yeah.
Oh.
Yeah.
Thank you.
Yeah.